الاستثمار الاستثمار الاستثمار. الاستثمار هو الشغل الشاغل لدى الدولة من ناحية، جذب الاستثمار، نمو الاستثمار، توسيع القاعدة الاستثمارية اللي موجودة جوه مصر، وهو أيضا شغل شاغل للمستثمرين من القطاع الخاص والمصري يعني، والمستثمرين من خارج البلاد سواء إذا كان في المنطقة العربية أو أوروبا بقى، أسيا، أمريكا، يعني زي ما يطلع. وبالتالي أي حد في الدنيا عارف إنه جزء مهم جدا من مش بس الرشادة، لا، هي مسألة ازدهار الاقتصاد المصري، هو توسيع قاعدة الاستثمارات، وتحديدا استثمار أجنبي يدخل إلى البلاد، وتثبيت الاستثمار الوطني قدر الاستطاعة بل وزيادة حجمه. في لجنة هي لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الحديث الدائر دائما على كافة موائد الاقتصاد وهيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية. طب خليني هنا أخد معانا سيادة النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ. معارضة. أهلا سيادة النائب. اهلا، مساء الخير. ازاي الصحة يا فندم؟ ايه الاحوال؟ يعني الحمد لله، نحمد ربنا، الحمد لله، شكرا جزيلا. تناول هذا الملف تحديدا، ملف الاولويات الاستثمارية بالتوازي او بالتناغم او مع وثيقة ملكية الدولة، تشوفوه ازاي على مائدة الحوار الوطني وشكل الطرح المحطوط ايه؟ يعني احنا طبعا الفترة الماضية اللي كانت طويلة شوية كما تعلم، استفدنا في الفترة دي في وضع المحاور الفرعية في أولويات الاستثمارات العامة مع المقرر العام الوزير السابق الدكتور أحمد جلال. واستفدنا برضو اللي أنا زي ما حضرتك أشرت كده، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في إجراء حوارات فرعية مع أحزاب الحركة المدنية في محاولة الوصول أو تقريب وجهات النظر، خصوصا اللي منها يعني جزء على اليمين وجزء على اليسار وجزء في الوسط، وصلنا فعلا لتصور أعتقد هيكون لي دور كبير في المحور. الفترة اللي فاتت كانت هناك الأولويات مختلفة شوية في الست سنين الماضية، الاستثمارات العامة كانت طاغية، قد تكون الأسباب ليها جدارة نتيجة الاستثمار الخاص وتخوفه من الاستقرار السياسي بعد ثورتين. الحكومة أعلنت عن تغيير هذه الأولويات وأصبحت تعطي أهمية كبرى للاستثمارات الخاصة، خصوصا الاستثمارات الأجنبية الـ FDI، الاستثمار الأجنبي المباشر. وحضرتك كنت عارض حتى تقرير من شوية على استثمارات مشتركة نرويجية قادمة، يعني هو ده ما نبحث عنه. يعني هل ده انا شفته منعكس في خطه التنميه الاقتصاديه؟ احنا وردت بالفعل في مجلس الشيوخ خطه التنميه الاقتصاديه للعام القادم، فيها زياده مستهدفه كبيره في الاستثمار الخاص وانقاص نسبه الاستثمارات العامه. يعني لسه الوثيقه ما جاتش بالتفصيل، لكن الاستثمارات المستهدفه العام القادم 1.6 تريليون جنيه مصري، 600 مليار للاستثمار الخاص وتريليون للاستثمار العام. العام الماضي كان تريليون و100 استثمار العام و300 مليار للاستثمار الخاص. فمعنى ذلك ان الحكومه بتسعى لتحقيق الخطه التدريجيه للوصول ل 65% من الاستثمارات الكليه للاستثمار الخاص. طيب انتوا رايكم، يعني انا اجد شيء من الراحه لما بتناقش في ده، وتحديدا مساله تقليل حجم الاستثمارات العامه بالمقابل امام الاستثمارات الخاصه او حتى قدام الفورين دايركت انفستمنت اللي هو الاف دي اي. لما بتكلم مع حد من المصر الديمقراطي الاجتماعي انه عارف انه هيفهمني وهيفهم تخوفاتي دائما كعمليا مدرسة يسار، حتى وان كانت ما بين الوسط او حد يمكن اكثر تطرفا ناحية اليسار زي حالاتي، بتشوفوا انه النسبة ما بين الاستثمارات العامة وما بين الاستثمار الخاص والاستثمار الاجنبي تبقى قد ايه حتى احافظ على امان اقتصادي للبلاد؟ بص حضرتك يا فندم، انا احنا في الحزب او حتى في الحركه المدنيه انا قدرت اقنعهم اللي هو مش شرط يكون هناك نسب ثابته، ولكن هناك دور للدوله. هذا الدور للدوله على الاقل هتلعبه من وقت لاخر.
يعني عندما يكون الاستثمار الخاص بعافية شوية زي ما حصل الفترة دي، يجب الدولة تخش وتدعم يعني معدل النمو وتضخ دم في الاستثمار. وعليها اللي هي يعني مثلا يكون الاستثمار الخاص في وضع جيد وماشي كويس، اللي هي يعني تكون مراقب ومنظم وتمنع الاحتكار وتتأكد من الحياد التنافسي. هو دول دور في كل حتة يعني، وانا يعني متابع حتى الصين والروسيا وحتى الدول اللي يعني اللي هي تميل الى اليسار. ده اهم حاجه عندي، لا اعرف دور الدوله بغض النظر عن الناس. لكن الوضع الطبيعي طبعا عشان نضمن معدلات نمو لازم استثمار الخاص، يعني حتى لو كنت محسوب على اليسار الاستثمار الخاص يجب ان يعطى مساحه جيده، لانه هو الضامن لاستثمار معدلات النمو. لكن الجانب اليساري بقى اللي موجود عندي بقول ايه، ان القطاع العام يعني لا يجب اللي احنا يعني نقول يأسنا من القطاع العام فلا يمكن تطويره، فعلينا اللي احنا نتخلص منه، علينا اللي احنا نبذل اكبر الجهود اللازمه للحفاظ على الاستثمارات العامه اللي يمكن اعاده هيكلتها وعدم اليأس منها سريعا. وده قد يكون دور صندوق مصر السيادي، ان هي الاستثمارات اللي موجوده حاليا تمثل كنز واصول معطله يجب الاستفادة منها، بالإضافة للنواحي الاجتماعية لديها عمالة كثيرة لا يمكن اللي احنا نصرحها سريعا من غير يعني ما نبذل كل الجهود الاقتصادية اللازمة والاستثمارية. أظن كمان نقدر برضو نعمل شيء، ما هو برضو أقرب شوية للنموذج الصيني، هو فكرة مشاركة العام مع الخاص. يعني هو الصينيين ما انسحبوش من الاستثمارات الكبرى داخل البلاد، وإنما خلقوا شكل من أشكال المشاركة مع الاستثمار الخاص، وكانت فيها نسب، وأظنها نسب تصبح مربحة للدولة من جهة، تضمن التدفق الاستثماري بشكل دائم على الصين من جهة أخرى، تضمن زيادة حجم المدخول للقطاع الخاص أو المستثمر بشكل عام، أجنبي كان أو مستثمر وطني. يعني لو أنا بتكلم على بعض المشروعات بدل ما انسحب منها خالص، أو لو أنه عندي مشروعات في القطاع العام أنا متخوف من عدم جدواها فأقول طب أنا أقفلها، طب ما أنا أطرحها 30-70، 30 يفضل مع الدولة 70 يفضل مع القطاع الخاص، هو يديره، أنا ببقى ضمانة حقيقية الاستقرار ولتقديم خدمة إلى أصغر الطبقات أو الأدق أوسع الطبقات من حيث العدد داخل المجتمع، وفي نفس الوقت أكثرها هشاشة أو أكثرها ضعف أنه اللي محتاج دايما أن أفضل واقف جنبها. أتمنى سيادة النائب يعني فكروا فيها، يجوز أنه يكون ده شكل من أشكال المخارج الجيدة للوضع الحالي، وفي نفس الوقت ما بقاش جوايا تخوفاتي المستمرة أنا حتى كمواطن اسمي يوسف من الاستثمارات الخاصة. يعني تجربتنا أظن كانت صعبة حبتين لسنوات تمتد لأكثر من 40 سنة. بشكرك جدا سيادة النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ.